في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب، استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وفدا من الشباب المشاركين في الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة وفود من 11 دولة عربية. ضمن فعاليات عام الشباب العربي برعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب، استقبل مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وفداً من الشباب المشاركين في الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة وفود من 11 دولة عربية للتعرف على إمكانات المركز التقنية واللوجستية. النهاردة معنا 39 جامعة مصرية ودولية وأهلية، معنا 11 دولة عربية. الهدف من الملتقى إن احنا خلق جيل إعلامي جديد واعي مدرك أهمية الخبر وإن هو يكون خبر صادق. تعتبر هذه الزيارة زيارة مهمة جدا وإضافة كبيرة لطلبة أقسام الإعلام من مختلف الجامعات والكليات في مختلف الدول العربية. التعرف على الإعلام الأمني ومسؤولياته ومهامه والإمكانيات الهائلة اللي شفناها اليوم حقيقة جدا مهمة، يمكن كانت تخفى على كثير من الطلبة ما كانوا على علم فيها. الهدف هو توضيح للقيادات الشبابية الإعلامية العربية من مختلف الجنسيات آلية العمل داخل المركز الإعلامي وكم الإنجاز والجهد المبذول في هذا نطاق العمل. قام الوفد بجولة داخل القطاع للتعرف على طبيعة عمله والدور المنوط به في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية في توضيح الحقائق وبث الرسائل الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بصورة احترافية، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. اليوم كان انبهاري أكبر أكيد، لأنه لمست عن قرب الجانب الإعلامي الأمني كيف يصير هنا في مصر. حس أمني عالي جداً، مصداقية، دقة، أداء رائع. فربنا يهنيكم ببلادكم ويهني الشعب المصري فيكم أنتم. رأيت أن هناك متخصصين وأشخاص يعنون بمتابعة الشائعة ورصدها والتحقق منها وتوضيحها للرأي العام وتوضيحها للمواطن. أنا حقيقة مبهورة، أنا يعني اتفاجئت لما جيت قد إيه التكنولوجي اللي بيستعملوها من أول الميديا مونيتورينج للأديتينج والتسجيل الصوت، الحاجات تجهيزات أعلى مستوى بكل الليتست تكنولوجيز، ودي حاجة رائعة. اللي شفته في الزيارة اليوم إنه كيفاش المعلومة الصحيحة توصل للمواطنين، كيفاش حتى لو كانت مغالطة والمس من هيبة الدولة، وكيفاش الأمن الإعلام الأمني يتدخل بالوقت، وكيفاش السرعة المطلوبة. الزيارة التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى تؤكد على الدور الكبير الذي يتمتع به قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية في نشر الوعي وإيصال الفكر السليم، إضافة إلى التأكيد على القيم الإعلامية التي تعزز الهوية والثقافة العربية. نشاهد مختلف التقارير عبر شاشة التلفاز، كنا نشاهد قيمة جيدة، ولكن الآن رأينا كيف تتم متابعة وكيف يتم إخراج وإنتاج هذه البرامج. كان لازم يحصل زيارة زي كده عشان يعرفوا قد إيه وزارة الداخلية ودور الوزارة ودور المركز في إن هم يقدموا الصورة اللائقة والصورة الصحيحة الخاصة بالإعلام. كنت حاط مستوى معين للجودة، ولكن فاقت كل التوقعات التي عقدتها في داخلي قبل زيارة مبنى الوزارة، وخاصة المركز الإعلامي وما رأيته من جودة عمل وتقنيات متقدمة وأفكار نيرة تعمل من أجل مصر. بصراحة أهنيكم عن الإنتاج الرائع، والله يحمي مصر من الفئات الضالة، من كل الفئات تحاول تستخدم شعوبها في شيء ما يستاهل. فمصر هي بلدنا الثاني، وحين جينا بلدكم تعلمنا منكم منذ القدم، وما زلنا نتعلم نتطور في أشياء كثيرة.
يعني انا شايفه ان فعلا يعني كل الطلبه بتوع كليات الاعلام محتاجين ان هم يجوا هنا يشوفوا اللي احنا شفناه النهارده، لان اغلبنا ما يعرفش كل الجهود دي. يعني اغلبنا بيشوف المنتج النهائي، ما يعرفش ايه اللي اتعمل قبل كده علشان نوصل للمنتج ده. الملتقى يهدف الى اثقال خبرات الشباب الاعلاميين المشاركين فيه واطلاعهم على التجارب الاعلاميه الناجحه للاستفاده منها، والذي يعد قطاع الاعلام والعلاقات بوزاره الداخليه إحدى هذه التجارب التي تسهم في تنمية الوعي وتوضيح الحقائق والتواصل مع المواطنين. زيارة وفد من الشباب المشارك ضمن فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية إلى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنما يأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يستقبلها المركز على مدار العام للاطلاع على إمكاناته الكبيرة في إعداد المواد الإعلامية المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية التي تبرز جهود وزارة الداخلية وتوضح الحقائق وتحقق التواصل مع المواطنين بصورة احترافية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.